مجموعة أدوات هتشوفها لأول مرة. بقى سرير من أجمل السراير اللي ممكن تشوفها في حياتك، سرير بدورين وكمان بيتحول لكنبة، اختراع جامد جدا. عشان سلامة بقى ست الكل وإيديها ما تتعورش، جبنا لك الأداة اللي أنتم شايفينها دي، هتقطع أي خضار وتبشر لك البصل وتعمل لك البطاطس الشيبسي، أداة قوية جدا تستحق اللايك. المقص بقى اللي أنتم شايفينه ده متعدد الاستخدامات وجميل جدا، بالذات بقى لو أنتم عندكم طيور وبتقطعوا لهم خضار كل يوم، فالمقص ده هينجز عليكم حاجات تانية كتير. الأداة بقى اللي انتم شايفينها دي بتوصف نفسها، أداة كده جميلة جدا، بتمسح وتخنص وتعصر في وقت قصير جدا. كمان الكبة السحرية دي كبة بسيطة كده وحجمها صغير زي ما انتم شايفين، بس بتعصر وتكسر وتعمل أي حاجة انت ممكن تشوفوها في حياتكم زي ما انتم شايفين، كبة قوية جدا. أجمل الديكورات اللي ممكن تشوفها في حياتك حرفيا هي الديكور اللي انتم شايفينه ده، حاجة كده جميلة بتشكل بيها البيت بتاعك زي ما انت عايز.